رجعنا لكم مشاهدينا بآخر فقرة لليوم مع الدايتشن إليس عادة. هو أخصائي في علم التغذية ورئيس مجلس إدارة كويزين ماترز. اليوم بدنا نحكي ونسأل عن عادات خاطئة بفكروها العالم صح. بونجور أستاذ. بونجور. كيفك اليوم؟ ماشي الحال تمام. اليوم في مجال تخبرنا شوي أكثر عن حضرتك؟ اوكي، انا اخصائي تغذيه. نعم. صار لي ممارس هيدي المهنه بحدود تقريبا 12 سنه. ومش من زمان فتحنا كمان الكيتشن تبعنا كويزين ماترز حتى نكمل السيرفيس تبعنا. نحن بنستقبل بالعياده كل حدا بده ينزل وزن، يطلع وزن، بده يثبت وزنه، او اذا كان عنده امراض كوليسترول، تريجليسيريد، سكري، ضغط، فقر دم، قرحه، حرقة، ريفلو، امراض قلب، كلاوي، الى ما هنالك. يعني قادرين نحن نسيطر على غذاء هذا الشخص ونعلمه كيف بده ياكل كرمال يحسن من صحته بطبيعه الحال، مش بس تيكون عم ينزل وزن. لانه ثلاث ارباع العالم بيفكروا انه دايتشن يعني بس ويت لوس. مظبوط. اوكي، سو لا، هي منا هيك فعليا. نحن بندرس 3 سنين ليسانس، 2 سنين ماستر، في ناس بيرجعوا بيتخصصوا بيعملوا دكتوراه، مش بس كرمال نكون عم نساعد حدا بس ينزل وزن. اكيد الماجوريتي هيك، الاغلبيه هيك، بس نحن كمان حكمة بيبعثوا لنا البيشنتس تبعهم كرمال نكمل العلاج بالاكل. والكويزين ماترز هي ريليتد لهالشيء؟ اكيد كويزين ماترز هون اللي منه قادر يحضر اكله. نعم. او اللي هو بيحضر بالبيت بس منه عارف البورشن يلي. نعم. بدها توصل له. نحن بنكمل السيرفيس تبعنا بالعياده. يعني نحن بالعياده بنعلمه كيف ياكل، بس بكويزين ماترز بنبعث له نحن الاكل. الشخص اللي بيجي لعنا على العياده ونعطيه نحن الدايت تبعه وهو يطبقه، هذا بياخذ نتيجه كثير منيحه. اسرع. تخيل الناس يلي نحن بنعطيهم الدايت ونحن بنطبق لهم اياه بكويزين ماترز، قد ايه بتكون. نعم. اسرع النتيجه بطبيعه الحال. نعم. هلا بيحكوا عن صفار البيض والبيضه ككليا انه هي بتعلي الكوليسترول. هيك بينحكى. نعم. بس بالواقع هي هيك. خلينا نكون كثير واضحين. نعم. البيض وصفار البيض تحديدا فيه كوليسترول، صحيح، بس بتعلي كوليسترول الدم؟ لا. فاذا فيه كوليسترول بس ما بتعلي كوليسترول الدم، حتى لو اكل 3 أو 4 أو 5 بيضات واكل على فتره 3 4 ايام، جمعه، 10 ايام، تبين باخر الدراسات انه الكوليسترول تبع صفار البيض ما بيعلي الكوليسترول بالدم. نعم. ولازم نضلنا نعمل انتجراسيون للبيض باكلنا اكيد، لانه هو سورس كثير مهمه بالبروتين. نعم. هلا الدايتيشن بينصحوا دائما انه ياكلوا بياض البيض ليعززوا البروتين عندهم بجسمهم، بس امرار بتلاقيهم انه عم بينصحوا كل يوم كل يوم الباسيونت اللي عندهم انه ياكلوا البياض البيض وثلاثه. هل شيء صحيح مزبوط لازم ياكلوا هالقد او لا؟ اوكي، هلا حتى نكون كرمال الكبد يعني. اوكي، حتى نكون كثير واضحين. بتأذي الكبد بكميات كتير كبيرة، ما حدا بيقدر يوصل بكميات كتير كبيرة فعليا، كميات كبيرة يعني. عم نحكي عن 7 8 بيضات يوميا لفترة تقريبا جمعتين او ثلاثة او شهر حتى يصير في عنا ريسك، وبالتالي ما حدا بينصح هيك بهالطريقة، يعني ما في ولا اي دايتيشن بينصح بهيدي الطريقة. هلا اللي بينصح بانه البيشنت تبعه ياخد بياض البيض هي بس تيعلي اماونت البروتين تبعه. اوكي، وبالتالي اماونت البروتين، بتذكروا انه كل بيضه وحده، بيضه بياض البيض لبيضه وحده فيها 7 جرامات بروتين. نعم. وبالتالي نحن قادرين نوصل لاماونت بروتين كثير عالي بلا ما نزيد من بياض البيض او من كميه بياض البيض بكميه كبيره. لانه اذا بتعتبر اليوم كل انسان، شخص وزنه 60 كيلو، ما بيعمل سبور، هو سيدانتير، بيعمل حركه يوميه طبيعيه عاديه بلا سبور، هيدا لازم ياكل 60 جرام تقريبا، يعني جرام بكل كيلو من وزنه. 60 جرام هو اماونت نحن قادرين نوصل له بلا ما نرك على البروتين كثير، لانه اكلنا كله بالترويقه، سناك غدا، سناك عشاء، قادرين نوصل ل 60 وبنتخطى ال 60 بكل سهوله. لهيك دائما خلوا دايتيشن هو يحسب لكم اماونت البروتين اللي معقول تكونوا عم تاخذوه. طيب الاكل اللي فيه دهون هو بينصحنا؟ هلا حتى نحدد اول شيء شو يعني نصاحه. النصاحه هي حدا عم ياكل زياده عن مما لازم، ان كان اكل من الدهون او برات الدهون. طب بس ما هو عم ياكل زياده اكثر من ما لازم لان ما عم يشبع بطبيعه الحال. بس نحن هون كمان تنكون دقيقين، للدهون بخلينا شبعانين لفتره طويله،
يعني اكلنا لازم يكون فيه دهون اكيد. هلا الدهون بيزيد من الوزن، بنصحنا بدك تشوفي قد ايه انت بتحرقي وقد ايه عم تاكلي. اذا انت بتحرقي 1000 كالوريز، اذا اخذت هال 1000 كالوريز واكلت زياده دهون او غير دهون، اكيد رح تكوني عم بتزيدي وزن. بس اذا اكلت من الدهون وما تخطيت ال 1000 كالوريز تبعك كانت محسوبه، اكيد ما بنزيد وزن. نعم والدهون هو شيء لازم نكون عم ناخده، يعني اليوم هو نيوتريينت لازم نكون نحن عم ناخده، لانه جسمنا بحاجه على القليله للانكم تبعنا يكون 30% منه دهون. يعني حدا لازم يكون عم ياكل 1000 كالوريز، على القليله 300 منهم لازم يجوا من الدهون. اوكي، بس الدهون نحن يعني بتصير العالم خايفه من الدهون بتاثر على الكوليسترول، كيف فيك تساعدهم؟ اوكي، هلا الدهون اصلا بالجسم مخصصين حتى يرجلجوا لنا ضغط الدم والكوليسترول، تنكون واضحين. فلازم نكون عم نجيب دهون على جسمنا، بس هون كمان تنكون واضحين بدنا نعرف من وين عم نجيب، لانه في دهون لازم تجيبيها من مصادر منيحة، لأنه بتعلي الاتش دي ال كوليسترول. وراح فسر الاتش دي ال كوليسترول اللي بيجي من وراء أكل الأفوكا، الجوز، اللوز، زيت الزيتون، إلى ما هنالك من مصادر لدهون غير مشبعة. بينما الدهون المشبعة لازم نكون عم نتجنبها، بنسميها ساتوريتد فات. والأضرب من هيك هو إذا بدك الترانس فات. الترانس فات هي اللي بتجي من وراء الدهون او الاكل المقلي مثل بطاطا مقليه، تشيبس وغيره وغيره. فبدنا ننتبه اكثر شيء من الترانس فات. بس اذا كان مصدر هالدهون موثوق او مصدر هالدهون منيح فينا نكون عم ناخذ. بس كمان برجع بعيد انه ما لازم نتخطى اكثر من 30% من الانكم تبعنا يكون دهون. لهيك كمان نعم. بيرجع الامر لاخصائي التغذيه يكون هو عم بحدد. هالقد مهم دور اخصائي التغذيه بحياتنا يا جماعه. ما فينا نتجنب او ما فينا نقعد نحن نقول انه انا بعرف اكل. ما حدا بيعرف ياكل، حتى اللي بياكل صح بده حدا يعدل له قد ايه عم بياكل، حتى اللي بياكل صح. يعني هلا لازم نحن مثلا اذا بدنا ناكل نشوف قد ايه كم كالوري نحن رح ناكل بالنهار. مزبوط، وحتى لو من دهون. وما تنسي انه كمان الدهون بتخلينا نشبع لفتره طويله، والاكل يلي اذا بدك ما في كثير دهون. اذا انا اليوم ما بدي اكون عم باكل كثير دهون بالنهار، كلنا بنعرف انه في فيتامينات، بعطي اكزامبل فيتامين دي بتحب الدهون، وبالتالي نحن بس نكون عم ناخذ فيتامين دي لازم ناخذها بعد الغداء فور اكزامبل. ليه بعد الغداء؟ لان الغداء هي اكبر وقعه بالنهار، هي اكثر وقعه غنيه بالدهون، وبالتالي بتساعد الدهون على امتصاص الفيتامين. لكن لازم نستضيفك بحلقة غير عن الفيتامينز. ليش لا؟ أنا أكيد. أنا حاضر، أنا جاهز. ميرسي. وبدنا نحكي كمان عن الفيديوز اللي حضرتك عندك إياهم عن الكويزين. أوكي. نعم. وكمان بدي أسألك سؤال. هلا العضل كتير مهم بجسم الإنسان، ودايما دايما دايما بيقولوا لازم ننمي العضل. طب كيف بينمى هالعضل؟ ثلاث أرباع العالم يلي بدهم ينموا العضل تبعهم بدهم يتسجلوا بنادي رياضي. هي اهم شغله، لانه اليوم نحن تبس باكلنا ننمي العضل لا ما فينا، لانه اليوم العضله بتكبر بس تدربيها وبس انت تكبريها، يعني بس انت تشتغلي عليها. العضله ما بتكبر اذا ما حملتي عليها اوزان، وبالتالي لازم نفوت بنادي، لازم يكون في عنا كوتش هو يخلينا نحمل اوزان، ونبلش باوزان واطيه بعدين بنبلش نتقل حسب شو طالب هذا الشخص. بس نبلش نتقل اوزان هون العضله بتنمى. هلا العضله بتنمى بس بالرياضه؟ اكيد لا، بس الاساس هو الرياضه هون. بعكس ما اذا انا بدي انزل وزن، اذا بدي انزل وزن الاساس هو الاكل. 70 ل 80% من نزله الوزن هي بالمطبخ شو عم ناكل، و20% هي سبور. بينما اللي بده يطلع وزن هو العكس تماما، لازم يكون عم بحمل هالعضلة وزن عالي. بس يحملها هالوزن العالي بتكبر، بس بتكبر متزامنة مع أكل مظبوط. شو الأكل المظبوط؟ هو البروتين أكيد. نعم. لأنه البروتين هو اللي بيشارك بنمو العضل. طيب هون ثلاثة أرباع العالم ما بيعرفوا أنه بس ياخدوا بس بروتين. يعني واحد راح تدرب بنادي عمل ساعة ساعة ونص، من بعده راح أخذ فروج. طيب لا يجوز، مع أنه good source of protein تمام، بس اليوم لازم تكون وقعت ما بعد التمرين تتنمى العضلة هي مزيج بين بروتين ونشويات، لأن البروتين نعم. هو بنمي العضل، بس النشويات بيساعد على امتصاص هالبروتين.
طيب هلا في مثلا دايتشن بيقول لي لازم تاكل انت 1000 كالوري، بروح انا باكل فروج بقول يمكن هو اقل من 1000 كالوري، بيمشي الحال ما بنصح. او باكل برجر نسبة الدهون فيها قوي، فما بعرف كيف الكالوري تبعولهم، كيف بتنظموا الكالوري لهم؟ هل يعني هن نفس الكالوري بيكونوا؟ قصدك انت اذا كان ال 1000 كالوري جايه من ورا مظبوط. فروج بار اكزامبل، أيوة. او 1000 كالوري جايه من ورا برجر هي ذاتها، اذا بدنا نشتغل دو بوان دو فيو بس من وجهه نظر كالوريز وحدات حراريه، ال 1000 تعادل 1000 صحيح ككالوري وايز، بس نحن بدنا نشوف الصوره الاكبر من خلال هيدا الشيء. يعني اليوم انا اذا باخذ 1000 كالوريز من ورا برجر فيها كثير دهون ما رح اشبع بسرعه، بينما ال 1000 كالوريز اللي فيها بروتين بتخليني اشبع اسرع اكيد بطبيعه الحال، والاكل يلي فيه الياف اكثر بخليني اشبع اسرع، بخليني فوت على التواليت انا ومرتاح، بسهل لي الهضم. وبالتالي ال 1000 من وراء الدهون لا تعادل بس 1000 من وراء البروتين او 1000 من وراء النشويات، نحن اكلنا لازم يكون، كنت عم بقول لك هال 1000 كالوري اللي بدي اكلها لازم يكون 300 جايين منها من الدهون، لازم يكون 200 جايين منها من البروتين، لازم يكون 500 جاي منها من النشويات، هيك موزعه بمعدل 50% نشويات، 20% بروتينات، و30% دهون. نعم، هلا بدنا نشوف بالكويزين كيف بتوزع الاكل، حضرتك كيف بتحطهم وطريقه حطهم بهذا الفيديو اللي رح نشوفه. اكسل. وكمان بدي اسالك بهذا السؤال عن العضل والفات، هو لازم يكون ايكيفالون؟ نسبة الدهون ونسبة العضل لا أكيد رح تكون عم بيتراوحوا بالجسم بمعدلات مختلفة بطبيعة الحال. نعم. أوكي. حتى نسبة المي بالجسم، يعني نسبة المي بالجسم كلنا بنعرف أنه بين 50 إلى 60%. نعم. أوكي. وكل ما كان عندي عضل أكتر كل ما كان الميتابوليزم كمان أكتر. أوكي. وكل ما كان عندي الدهن أكيد لازم يكون عندي دهن، بس ما لازم يتعدى للمرأة بين 18 إلى 25% بس من وزنها، بين 18 إلى 25%، بينما الزلمة بين 8 إلى 14%. كل شيء معدل دهون يتجاوز هيدا لمرأة أو لرجال أكيد لازم نكون عم ننزله، فلا تتفاوت أكيد، ما لازم يكونوا بمعدلات متوازنة. أها، رح نشاهد هلأ كم فيديو لحضرتك. مثل ما بنشوف حضرتك حطيت لنا عن الكويزين، هول الاكلات اكلات معينه مفروض ياكلون كل يوم او بتشكل لهم؟ اوكي، اكلنا كثير منوع. نحن قادرين نلبي كل شخص بيجي لعنا وبيقصدنا على الكويزين، مش بس على العياده، بترويقه وسناك وغدا وسناك وعشاء. اكلنا ما بيشبه بعضه، ترويقاتنا وعشواتنا بينعادوا تقريبا كل 3 جماع تيرجعوا ينعادوا، غدواتنا بينعادوا كل شهرين، تخيل لأي درجة، يعني اللي بيشترك معنا شهرين ورا بعض يعني ما بيزهق، ما بيرجع بينعاد أبدا، ما بيزهق. لأنه اليوم أنا بس فتحت الكيتشن تبعنا، بتعرف الدايت سنترز كتار صاروا، أنا قررت أتميز بشغلي أنه ساعد الشخص ينزل وزن. طيب شو اللي رح يساعد الشخص ينزل وزن؟ يأكل أكل طيب، هذا اللي بيخلي الواحد ما يكمل دايت، أنه أكله منه طيب. مزبوط. هاي واحد، أو روتين، هيدا 2 3 ما ياخد نتيجة. وبالتالي انا اليوم خلقت هيدا الكيتشن تخلي العالم يحبوا الاكل اللي بده ينزلهم وزن، وبنفس الوقت ينزلوا وزن ياخذوا نتيجه، النتيجه هي اللي بتعطيك موتيفيشن انك تكملي. فنحن بنشتغل على النتيجه بتزامن مع اكيد الاكل يكون طيب. نعم. واكلنا كمان ضمن سلامه غذاء كثير عاليه، نحن معنا الكيو بي اي بلاتينوم فود سيفتي سيرتيفيكيت بالكيتشن تبعنا، عندنا بحدود تقريبا 14 موظف بس بالكيتشن،
هذا غير اللي عنا اياهم بالكلينكس. فناس مخصصين بالاكل، ناس مخصصين على اللاين دايتيشنز حتى يراقبوا سلامه الغذاء، ناس حتى يراقبوا كميات الاكل اللي بتوصل للعالم. وعم نقدر نغطي مناطق المتن، بيروت، بعبده، زوق، سهيلن وسهيله بلون. نعم، قبل ما ننهي فقرتنا لليوم، فيك تخبرنا شوي عن اللو فات ببرودكتس معينه؟ اوكي، شو الفرق بينها بين الفول فات واللو فات؟ اوكي، هل يا ترى بيفرق اللو فات عن الفول فات؟ اذا بدنا نفند اول شيء نقول برودكت لو فات، او شيء بدنا نشوف بالسوبر ماركت محطوطين برودكت لايت. بس هالبرودكت اللايت ما ضروري يكون لو فات، في يكون لو شوجر، او في يكون لايت ان سولت، مخففين له ملح وحاطين انه هو لايت. فعليا هن ما كذبوا، حاطين لايت، بس انت ما طلعتي شفتي لايت بشو. بدك تطلعي على الليبل تشوفي لايت بشو تنقول لايت ان فات. طيب هل يا ترى هالبرودكت احسن من البرودكت الفول فات؟ مش دايما، وراح فسر. البرودكت بعدنا كنا عم نحكي عن الدهون، وقلنا انه الدهون بتخلينا نشبع لوقت اطول. نعم. وبالتالي حيلا برودكت لو فات ما راح يخلينا نشبع لفتره طويله، وبالتالي بعد شوي بدي لقمش شيء او بدي ارجع اكل. فالكالوريز اللي خففتهم راح ارجع اخذهم بعد شوي. هيدي واحد. اثنين، البرودكت اللو فات كمان بعدنا عم نقول انه في فيتامينز بحبوا الدهون. يعني بس تكون برودكت لو ان فات، فاذا ناقصه هالفيتامينات يلي بتدوب وبتحب الدهون. يعني هلا حضرتك بدها يروحوا لعندك على الكلينيك بتقلهم شو ياكلوا، لو فات او فول فات؟ ما اكيد، لان في عالم بيقولوا لك انه انا باكل فول فات بس بكميه اقل، خلص بضعف. هل شيء مزبوط؟ مش غلط ابدا، اكيد، لانه انا بكون حاسب لهم كل شيء. بعدنا عم نقول خلي دايتيشن يحسب لك اذا اخذت فول فات ولا لو فات، وانت حاسب الكالوريز تبعك سيرفي امام. انا بالنسبه لي هي ذات او راح ينزل بنفس الطريقه. هلا في ناس معينين لازم ياخذوا لو فات. نعم. هودي الناس بيكون عندهم كوليسترول او تريجليسيريد بار اكزامبل، بدي اخفف لهم الدهون، او بيكون عاملين امراض قلب مفتوح بار اكزامبل، اكيد بدنا نخفف لهم دهن، دسم وملح بنفس الوقت. بس انه شخص عادي جاي لعندي بده ينزل وزن، انا فيه خليه على البرودكتس الفول فات من حياتنا الطبيعية العادية، ما خليه يروح على السوبر ماركت يشتري برودكتس تكون لو ان فات، زيادة بادجت يحط كرمال يعمل الدايت تبعه. انا بحب خليه يكون بلايف ستايل طبيعية عادية. دكتور إلي، انا بدي اشكرك لحضورك معنا لليوم. انا بدي اشكرك لاستضافتك لإلي كمان. ميرسي كثير لك. مشاهدينا، خلصت حلقتنا لليوم.